طب لو اكتشفتوا مثلا ان الموضوع يحتاج تدخل جراحي او زراعه قوقعه او غيرها من العمليات اللي احيانا بتبقى مكلفه، كل ده متغطي في المنظومه الجديده؟ لا، ده متغطي من الأول. احنا دولة من الدول اللي إمكانياتها على قد ما هي قليلة على قد ما الخدمة دي متوفرة فيها من الأول. يعني احنا يعني في السماعات، كل طفل من المواليد اكتشفنا ان عنده ضعف سمع، اكتشفناه بقى بعد سنه بعد اتنين بعد تلاته على حسب ما الاهل يجوا، بيبقى عنده ليه سماعتين على نفقه الدوله بالمجان كل 4 سنين، بيتغيروا السماعتين وبياخد سماعتين تاني. ولو اكتشفنا انه مش جايب نتيجه بالسماعه بيعمل عمليه زرع القوقعه. هي مكلفه قوي زي ما حضرتك بتقول، بس بيعمل العمليه بتكلفه الجهاز بتكلفه العمليه بالجراحه كله بالمجان على حساب الدوله. فما فيش الجزء ده موجود، بس بنقدم الخدمة اللي يعني يبقى تقدير في موعد الخدمة عشان نتائج أحسن بإذن الله إن شاء الله. طبعا احنا طبعا عايزين نستغل حضرتك، طبعا قيمة علمية كبيرة موجودة معانا. هل في إجراءات اللي بيسمعنا برضه دلوقتي بشكل عام، هل في بعض الإجراءات الوقائية اللي ممكن مثلا الأسر تاخد بالها منها عشان تتلافى إنه يكون المولود مثلا مصاب بضعف سمع أو إنه يحدث تأثير بشكل أو بآخر على حاسة السمع لديه؟ طبعا هو في حاجات وقائيه وفي حاجات توعويه، وهي هتبقى في حملات توعيه هتبقى شغاله للاهل، يعني توعيه علشان نحاول. يعني في ادويه مثلا، حاجات نقدر نمنحها، في ادويه معينه بتتاخد اثناء الحمل ممكن دي نمنحها، في مشاكل بتحصل مع الحضانه، مع الطفل في الحضانه، مع انتيبيوتكس بياخدها، مع يعني حاجات نقدر نمنحها. في اسباب تبع جواز القرايب، لو احنا نقدر نقنن الكشف الطبي والاستشارات ما قبل الجواز مثلا للامراض الوراثيه، دي هتبقى عامل انه يمنع. يعني في حاجات انا اقدر اتدخل فيها وفي حاجات مش هقدر ان انا اتدخل فيها علشان كوقايه. بس انا عايز اقول ان حتى لو ما كانش في وقايه لمنع حاجه زي كده، التدخل المبكر، بنشوف اطفال اللي عندهم وعي جامد والتدخل المبكر بيمشي في دراسته وبيمشي في سكته في الحياه شخص طبيعي جدا، ما فيش اي مشكله بالنسبه له.